السلام عليكم شباب، شو اخباركم؟ طبعا اليوم جايبكم موضوع انه شلون بديت بالشعر. طبعا اللي بديت بالشعر عن طريق موقف صار بي. هذا الموقف ما حاجبت، فراح احكيه هسه. انه انا تدرون اكتب سيناريو بعدين مثل، فشوية شوية تعلمت. فهذا الموقف هو اللي خلاني استمر بالشعر. كان عندي عمل المسرح الوطني، عمل مسرحي، اي فانتو فعلى جسر الجادرية تعرفون الازدحام، اي فشفت يعني صاعد بالكيل، فشفت طفلة وابوها قاعد يصوغ لي قدام، فاكو هذا اللي يرش الجام، فاجى فهذا كان الطفلة ضايجة، ابوه هم ضايج، فاجى ورش الجان قاعد يغسل بالسياره، فالطال الف مو من كل قلبه ابوه، فاجى على الجام اللي ورا، من قاعد اللي ورا بنته بس ضايجه، فرش على الجام، فبنته قامت باوعت له، بس شنو ضحكت يعني، باوعت له بابتسامه، وابوها يباوع بالمرايه قاعد يشوف شنو، اي فهو ظل صاف من عليها، فهي ابتسمت، هو هم ضحك، كان يرش الولد، اي فابوها يعني ظل صافن يعني كانت ضايجة، فهي فرحت يعني، فظلت تتباوع عليه. فكتبت له هذا الشعر، انه فقلت لها فشلون صار التخاطب بين الولد والبنية الطفلة، يعني يقولها تباوع لي بنظر وبداخلها غير انسان، ولج قدامك فقير وامسح البيبان، الشغر مو عيب عندي واحترض اذا انا بي غلطان، يسموني فقير وما يصيحون فلان، ولك ماشي بطريق العدل ما يصح لي ياه كان، اش ما ينادون باسم انا بخبز تعايش بسبع حيطان. اي فهذا اللي كتبته، فاللي خلاني هو هذا استمر بالشعر، هذا الموقف عن طريق الموقف. اي ف يعني فشي يعني ما اعرف، انتظروني بشعر جديد وتصوير جديد قريبا. احبكم، اشتركوا بقناتك وبالوصف قناة ثانية مشترك بها، انا عندي قناتين، واحدة عبد الرحمن عراق بالانجليزي وباللا